مترشح يشرعون في اجتياز اختبارات الدورة الرئيسية للبكالوريا. ومدير عام الامتحانات في وزارة التربية يؤكد أنه لا وجود لأي تسريب وأن كل الامتحانات الوطنية محصنة. وفي النشرة أيضا مواكبة لأجواء اليوم الأول من الاختبارات. محافظ البنك المركزي يؤكد في بروكسل نجاح تونس في تنفيذ إصلاحات هامة لأجل دفع الاقتصاد. وفي قطاع غزة عشرات الشهداء والمصابين في 4 مجازر صهيونية اليوم. إلى التفاصيل. أهلا بكم. بمشاركة 140213 تلميذ وتلميذة موزعين على 586 مركز كتابية، انطلقت صباح اليوم اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا وسط بعض الإجراءات الاستثنائية. يتحدث عنها للأخبار مدير عام الامتحانات في وزارة التربية محمد المليح. هذه الدورة يشارك فيها 140213 تلميذ موزعين على 586 مركز كتابي. الدورة دي انطلقت الحقيقة تغفلها الإدارة على الامتحانات وكافة هياكل وزارة التربية، والحقيقة بالتعاون وبالمشاركة الوزارات الدفاع الوطني، وزارة الداخلية، وزارة النقل، وزارة الصحة، كل هذه الوزارة شاركت في إنجاح هذا الاستحقاق وهذا تقريبا الامتحانات وهذا الامتحان الوطني. وزارة التربية كما دأبت السنوات الماضية تمتع منظوريها ببعض الإجراءات الاستثنائية، وتراوحت الإجراءات هذه بين تضخيم الخط وإضافة ثلث الوقت، علما أن هذه السنة سجلنا إلى حد الآن 4 تلامذة يجتازون الاختبارات الكتابية دورة الرئيسية امتحان البكالوريا في مستشفيات ومساحات صحية، و15 تلميذ في مؤسسات سجنية. وفي علاقة بمراج حول تسريب امتحان الفلسفة، أكد مدير عام الامتحانات في وزارة التربية أن كل الامتحانات الوطنية محصنة ولا توجد أي عملية تسريب، مشيرا إلى أنها عملية غش تم إثرها تنزيل الامتحان بعد 22 دقيقة من انطلاقه، وسيتم التصدي لهذه الصفحات واتخاذ الإجراءات اللازمة. نتمنى بطبيعة لبناتي وأبنائي النجاح، نتمنى لهم النجاح باستحقاق في دورة، نتمنى أن مترشحين الكل بطبيعة نبعدوا على ما هو كل ما هو غش، حبوا تلام بينشحوا باستحقاق. أنا نعاود ونأكد ونقول أن امتحاناتنا الوطنية كلها محصنة، ليس هنالك أي تسريب، هي عملية غش، هي موضوع تقريبا على تم تنزيله بعد 22 دقيقة. هذه عملية غش بطبيعة نتصدى لها مع هياكل الدولة، ونتصدى لهذه الصفحات. أما نأكد على أن مواضيعنا كلها محصنة، امتحاناتنا محصنة، والعملية ما هيش تسريب، فقط عملية غش. دونك هو راه مش تسريب، هذاك تقريب نشر على المواقع ونتبعوا فيهم مع وزارة الداخلية ووزارة العدو باش يتم بطبيعة اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الناس هذونا. أجواء اليوم الأول من اختبارات الدورة الرئيسية للبكالوريا وانطباعات بعض التلاميذ تنقلها زميلة سلوى المجري من معهد المروجة. عدينا في لو والموضوع كان في المتناول على الاخر، وكنا متوقعين هم مواضيع الكل اللي باش يتيحوا، وحتى في الجروبات نتاع الباك كالعباد الكل كانوا متوقعينهم وريتزناهم بالكدا. والله سهل بحكم فلسفه الكلنا معناها عارفين اليوم باش يتيحوا المحاور هذوما، ريفزنا لها معناها بالكدا. بعد دوار اليوم نحب نكملوا دوارات هكا، معناها سورتو بدوار اليوم الحاجات معناها اللي حابين يوم هبطوا، دونك معناها نكملوا بنفس الانرجي. عدينا في لو الحقيقه كان في المتناول، ماهوش الصعيب اللي قريناه جانا، ما جات حتى حاجه معناها ديفيرون تاع اللي قريناه. هذا وانطلقت اليوم اختبارات البكالوريا أيضا في السجون، حيث يجتاز الامتحان هذه السنة 16 سجين في 10 وحدات سجنية مختلفة. وجهة النمر تحول اليوم إلى سجن المرنقية، أين أجرى اليوم سجينين من شعبة الاقتصاد والتصرف اختبار مادة الفلسفة وتحاور معهما حول أجواء الامتحانات. جاتني الفكرة باش نعدي الباك في الحبس، لأنه باش ما نخرج خاسر في كل شيء، باش نقول حتى كي دخلت للحبس ربحت فيه حاجة، الوقت اللي عديته لهنا ربحت وأنا حضرت فيه باش نخرج بيه إن شاء الله بكالوريا. شنو الشعب بتاعك؟ اقتصاد. اليوم كيما الشعب الكل فلسفة نبداو؟ اليوم فلسفة. كيف نحكي لنا كيفاش كان التحضير؟ رجعت كل شيء، يعني عندنا بزيد الوقت معناه في الحبس، عندنا الوقت باش نراجعوا كل شيء ويجيبوا لنا الكور الكل، وأي حاجة تطلبها يجيبوها لهنا، إذا كان معناه كتاب المدرسي ولا دي باراسكولير ولا كور فيد ولا كل شيء يجيبوه. شنو الشعب بتاعك؟ اقتصاد وتصرف.
صافا جوست نقسم معناتها كفا مثلا كيما ليكونومي بدلونا مثلا نوفو بروغرام مانيش قارين ونحنا معناتها في سيت كوندي طالب يجيبونا عليه يا اخي الكل معناتها لاباس كيفاش يعني خديت الوقت كما جمت تحضر كيما يلزم نجمت صافا نجمت عاونونا شويه تخرجونا كل يوم للمكتبه ومعناتها اوبر ما يجيونا كل السي في معناتها. من جانبه الناطق الرسمي للهيئة العامة للسجون والإصلاح رمزي الكوكي أكد أنه تم توفير جميع الظروف لنجاح المترشحين من فضائة مراجعة ومراجعة إضافة إلى ضبط وقت خصوصي للمراجعة. إثناء عدنا 16 سجين يجتازوا امتحانات البكالوريا في جميع الشعب موزعين على 10 وحدات سجنية مختلفة. 16 سجين هذوما فيهم سجينة موجودة في سجن منوبة، الأعمار تقريبا معناها أكبر عمر في حدود 26 سنة وأقل عمر في حدود 20 سنة. نتمنى لهم الكل نجاح وتوفيق. في السنة الفارطة سجلنا نجاح بعض المساجين ونأمل هذه السنة وأنه تكون النتائج أفضل باعتباره أن هناك حرص كبير جدا من طرف وزارة العدل ممثلة في الهيئة العامة للسجون والإصلاح على مزيد تكريس حق المساجين في مواصلة تعليمهم من داخل السجن. تم الحرص على توفير جميع الظروف الملائمة لاجتياز الامتحان. كما تحدث الناطق الرسمي للهيئة العامة للسجون رمزي الكوكي عن وجود 40 سجينا يواصلون دراستهم الجامعية بمختلف الوحدات السجنية. لذلك عندنا داخل السجون طلبة في عدة اختصاصات، عندنا 40 سجين يواصلوا تعليمهم داخل السجن تعليمهم الجامعي في جميع المراحل التعليمية. في الإجازة عندنا 30 سجين، كذلك عندنا 9 مساجين مرسمين في مرحلة الماجستير، وعندنا سجين مرسم في مرحلة الدكتوراه. زاد تم توفير جميع الظروف للمراجعة والتحضير، اجتازوا امتحاناتهم وفرنا لهم جميع الظروف وإن شاء الله ربي ينجحهم وموفقين جميعا. هذا تعلن يوم 25 من جوان نتائج الدورة الرئيسية للبكالوريا على أن تجرى دورة المراقبة يوم 1 و2 و3 و4 جويلية ليتبعها الإعلان عن النتائج يوم 14 من جويلية. في سياق آخر، أعلن المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان والصيد البحري أنه تم الاتفاق على اعتماد سعر مرجعي بنقاط البيع المنظمة للأضاحي في حدود 21.9 دينار للكيلوغرام الحي لكافة الأوزان، وأن عمليات البيع ستنطلق السبت المقبل. وأكد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والإنتاج البحري المكلف بالإنتاج الحيواني يحيى مسعود في تصريحا للأخبار أكد أنه لم يتم تشريك المنظمة في تحديد سعر بيع الأضاحية. احنا اليوم لاحظنا انه تم تحديد 22 دينار كيلوغرام الحي، راوا انه مبدئيا هو سعر مناسب معناها للمواطن. كنا نتمناو تشريك الاتحاد بقرار تسعيره، كنا نتمناو تكون تم اسواق المنتج المستهلك فعليه تحت اشراف وزاره الفلاحه وبالشراكه مع الفياطره واتحاد الفلاحين وجميع المتدخلين. هذا ما صارش. وفي موضوع آخر، أكد محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري في بروكسل أنه بالرغم من مواجهتها عديد التحديات نجحت تونس في تنفيذ إصلاحات هامة تهدف إلى دفع الاقتصاد. وأعرب محافظ البنك المركزي خلال حلقة نقاش انتظمت في إطار تنظيم ندوة محافظي البنوك المركزية الفرنكوفونية في بلجيكا عن التزام البنك بمواصلة جهوده لتجاوز العقبات التي لا تزال قائمة وإرساء مناخ أكثر جاذبية لفائدة الاستثمارات الأجنبية. في إسطنبول تنطلق اليوم فعاليات المنتدى التونسي التركي للأعمال والشراكة وسط حضور حكومي من البلدين، وذلك بعد مضي قرابة 6 أشهر من توقيع اتفاق مجلس الشراكة التونسية التركية. ويهدف المنتدى بالخصوص إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية بين تونس وتركيا من خلال التركيز على الآليات الكفيلة بجذب الاستثمارات التركية إلى تونس في مختلف المجالات.
تنعقد اليوم غدا في مدينة باليرمو الإيطالية دورة 32 للجمعية العامة لرابطة وكالات أنباء البحر الأبيض المتوسط بمشاركة ممثلين عن 19 وكالة أنباء أعضاء في الرابطة، منها وكالة تونس إفريقيا للأنباء. ويتمحور برنامج هذه الدورة حول السبل الكفيلة بجعل الطاقة والسياحة في خدمة التنمية المستدامة على مستوى حوض البحر الأبيض المتوسطة. نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn. في تطورات الأوضاع في فلسطين المحتلة، وفي اليوم 243 من العدوان الصهيوني على القطاع، وزارة الصحة في غزة تؤكد ارتكاب الاحتلال 4 مجازر في القطاع، وصل منها إلى المستشفيات 36 شهيد و115 مصاب خلال 24 ساعة الماضية، في حين عاد العمل في المستشفى الإندونيسي الذي يعاني مستشفى شهداء الأقصى الذي يقدم خدماته لنحو مليون شخص من نقص شديد في المستلزمات الطبية والكوادر، حيث ناشد المتحدث باسم المستشفى المجتمع الدولي من أجل إدخال مستشفيات ميدانية للسيطرة على الوضع الصحي في قطاع غزة. وفي وقت أعلنت فيه سرايا القدس أن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية مع جنود الجيش الاحتلال الإسرائيلي في محاور التقدم بمدينة رفح، أقر الجيش الصهيوني بإصابة 10 عسكريين في معارك القطاع في 24 ساعة الأخيرة. على الصعيد السياسي، تسود حالة من الترقب بشأن الحركة الدبلوماسية الهدف للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حركة حماس والجانب الإسرائيلي. يأتي ذلك فيما أكدت حركة حماس أنه لا اتفاق دون انسحاب إسرائيلي كامل من قطاع غزة، متابعة في تقرير نفيسة حسنية. في وقت أكدت فيه حركة حماس أنه لا اتفاق دون موقف واضح يؤدي إلى الوقف الدائم للحرب والانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع، أفاد المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري بأن الجانب القطري سلم لحماس مقترحا إسرائيليا حول مبادئ اتفاق لوقف إطلاق النار في القطاع، مضيفا أن الخارجية القطرية تنتظر أيضا موقفا واضحا من إسرائيل حيال مقترح الهدنة الذي أعلنته واشنطن الأسبوع الماضي. وقد وصل مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA ويليام بيرنز إلى الدوحة للتباحث مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية محمد بن عبد الرحمن الثاني حول المناقشات مع حماس بشأن المقترح، بينما توجه كبير مستشاري الرئيس الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط بريد ماكجيرج إلى القاهرة في مسعى لإحياء المفاوضات. يأتي ذلك فيما ثمن البرلمان العربي اليوم مصادقة البرلمان السلوفيني على قرار حكومته الاعتراف بدولة فلسطين دولة مستقلة ذات سيادة وفقا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، مؤكدا أنه انتصار جديد يضاف لسلسلة الانتصارات التي حققتها الدبلوماسية الفلسطينية في سعيها للعدالة ولحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة. ختام النشرة مستمعينا الكرام، قدمها لكم من الإذاعة الوطنية ياسين الفغالي، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. أكثر من 140,200 مترشح يشرعون في اجتياز اختبارات الدورة الرئيسية للبكالوريا، ومدير عام الامتحانات بوزارة التربية يؤكد أنه لا وجود لأي تسريب وأن كل الامتحانات الوطنية محصنة. وفي النشرة، وكبنا أجواء اليوم الأول من الاختبارات، محافظ البنك المركزي يؤكد في بروكسل نجاح تونس في تنفيذ إصلاحات هامة لأجل دفع الاقتصاد. وفي قطاع غزة عشرات الشهداء والمصابين في 4 مجازر صهيونية اليوم. إلى اللقاء.